اليوم تم النصف للديمقراطيه. اليوم تنحضروا داخل عاصمه الرباط، عاصمه الانوار، المدينه ديالنا اللي تولدنا فيها واللي كبرنا فيها واللي ترعرعنا فيها. اليوم الناس هادو جايين باغيين ينصفوا الرغبه ديال المواطنين. المواطنين اليوم تيبوا هنا الصداره داخل مدينه الرباط. اليوم الاعضاء اللي معنا داخل المجلس تعرضوا للتهديد بالقتل، وتعرضوا للاغراءات من اجل شراء الدمام. اليوم خاصنا نفتحوا تحقيق، وخاصنا نوقفوا هاد المهزله لا ديمقراطيه عند حدها. والاحزاب اللي تدير هاد الممارسات خاصها تعاود النظر في القوانين ديالها، وخاصها تكون عندها تكون هي تعطي المثل. حنا ما غنتنازلوش على مدينه الرباط، ما غنخذلوش للرباطيين. الرباطيين بوؤونا المكانه داخل مدينه الرباط. حنا غنبقاو متمسكين بالعموديه داخل مدينه الرباط، وغنجيبوها ان شاء الله.